هذا وتستمر أعمال وجلسات الملتقى الإعلامي العربي في نسخته 16 اليوم وبمشاركة كوكب من المختصين في المجال الإعلامي. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهواء نواف الشراكي مراسل تلفزيون الكويت من داخل مركز جابر الأحمد الثقافي مقر انعقاد الملتقى. نواف صباح الخير وما الجديد لديك؟ صباح الخير زينة وصباح الخير لزميلي نجيب وصباح الخير كل من يشاهدنا الآن عبر برنامج العالم هذا الصباح على شاشة تلفزيون دولة الكويت. نعم زينة مثل ما تفضلتي وتحت شعار الإعلام متغيرات الصناعة وأيضا برعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حقيقة انطلق بالأمس الملتقى الإعلامي العربي بدورته 16 والتي تستضيفه دولة الكويت على مدى يومين. حقيقة زينة بالأمس كانت هناك فعاليات وهناك جلسات حوارية بدأت في 10 صباحا وسبقت أيضا حفل الافتتاح الذي كان في 8 مساء. الفعاليات والجلسات الحوارية تضمنتها ورش عمل تكلمت في مواضيع وقضايا متنوعة مختلفة على الصعيد الساحة العربية الإعلامية. تبدأت في موضوع عن سنة الإعلام وبعد ذلك كان هناك موضوع بين الإعلام والرياضة ويمكن هذا الموضوع كان من إدارة الحوار الإعلامي العربي مصطفى آغا وأيضا استضاف فيه اللاعب السعودي الدولي سامي الجابر وأيضا كان هناك موضوع يتكلم حول التنمر الإعلامي والإلكتروني وطرح الكثير من القضايا الخطيرة التي ظهرت على الساحة العربية في هذا الموضوع جانبا. وانتهت الجلسات الحوارية بالأمس على موضوع يتعلق ما بين الإعلام العربي بين الواقع والمستقبل. هذا ما بدأت به حقيقة فعاليات الجلسات الحوارية لهذا الملتقى الإعلامي العربي. وبعد ذلك كان بالمساء بالأمس كان هو الحفل افتتاح الرسمي وحضره العديد من الوزراء على مستوى المنطقة الخليجية والمنطقة العربية بالإضافة إلى عدد كبير من ملاك المؤسسات الإعلامية الهامة وكبار المسؤولين فيها وكان أيضا هناك شخصيات إعلامية وكان هناك عدد كبير ونخبة مجموعة كبيرة من الكتاب والصحفيين والفنانين والمذيعين إضافة إلى الأساتذة والأكاديميين في مجال الإعلام وعدد من الطلبة في الجامعات العربية المختلفة. اليوم وهو اليوم الثاني والأخير حقيقة لهذا الملتقى سوف تكون هناك 7 جلسات حوارية تتعلق وتتكلم على موضوع يتعلق شخصيا بأحد الإعلاميين الكويتيين وهو الزميل الإعلامي محمد السداني حول تجربته مع الإعلام. وأيضا هناك أيضا موضوع يتعلق ما بين مستقبل الإعلام وإعلام المستقبل وسوف يدير هذا الحوار أيضا الزميل الإعلامي أحمد الفضلي. وأيضا هناك مواضيع أخرى تتعلق فيما بين مهارة كيفية التعامل مع الإساءة في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتعلق في إطار الرؤية النفسية. وأيضا هناك تتعلق أيضا القضايا تتعلق بالقضايا الإنسانية ما بين ربطها في الإعلام وأيضا ربط الإعلام في موضوع القيم الإنسانية وهي راح تكون الجلسة الحوارية الأخيرة في هذه الملتقى وسوف يحضر أيضا الفنان الإماراتي حسين الجسمي. نعم زينة. نعم نواف صحيح مثل ما تفضلت لاحظنا الحضور الإعلامي الضخم وأيضا المواضيع الكثيرة والمهمة التي طرحت من خلال الجلسات. لكن إذا تساءلنا عن أبرز التوصيات المتوقعة في ختام اليوم الثاني لهذا الملتقى ماذا تتوقع؟ يبدو أن الصوت إيدي السؤال زينة. نعم أتساءل عن التوصيات المتوقع صدورها في ختام اليوم الثاني للملتقى هل هناك لديك فكرة عن أي توصيات؟ هو متوقع من التوصيات حقيقة كانت هناك من خلال الطروحات التي سمعناها بالأمس على مر 4 جلسات حوارية هناك توصيات سوف تخرج تتعلق بين الواقع الرياضي على المستوى المنطقة العربية خصوصا طرحت الكثير من القضايا التي تهم الشأن الرياضي وهذا في جانب خصوصا وهناك تحدث الكابتن سامي الجابر حقيقة عن أهمية الرياضة في الوطن العربي وأيضا أهمية دعم الإعلام لهذا
هذه الرياضة، وأيضا كيف يصقل موهبة الرياضة في توظيف أيضا الإعلام العربي، ولكن أيضا تحدث عن مكامن الخطرة وهي التي سوف تخرج من هذه التوصيات. هناك من له لا شأن له أيضا في المجال الرياضي، فهذا أيضا راح تكون من إحدى التوصيات لهذا الملتقى. من جانب آخر وهو موضوع أيضا أكثر أهمية، موضوع التنمر. حقيقة هذا الموضوع بدأ مؤخرا حقيقة ليس على مستوى منطقة الخليج العربي، ولكن أيضا توسعت على منطقة الشرق الأوسط. صحيح. أيضا سوف تخرج توصية بشأن كيفية توظيف الإعلام بهذا الجانب حتى لا يستشري هذا الأمر الخطير حقيقة، وسوف يكون يعني مشكلة كبيرة سوف يواجهها الإعلام في المستقبل، ولكن أيضا كيفية التعامل عليها، وأيضا هناك رؤية نفسية في هذا الموضوع سوف يعني يأخذ جانب من الإعلام في مساعدته في محاربة هذه المشكلة. نضيف على ذلك أيضا تغريس القيم الإنسانية ومعالجة القضايا الإنسانية لبعض المشاكل التي تكون في المنطقة، سوف يكون الإعلام مركز عليها كثيرا من خلال أيضا التوصيات. هذه التوصيات التي سوف تخرج إن شاء الله مع البيان الختامي لهذا الملتقى سوف تكون محل الأنظار على إن شاء الله في المرحلة المستقبلية لهذا الشأن، حتى نصل إلى الملتقى الإعلامي العربي القادم في دورته 17، وسوف تطرح هذه التوصيات وكيفية معالجتها في الملتقى القادم إن شاء الله. إذن هناك قضايا وأمال في الانتظار. نعم الزميل نواف الشراكي من داخل مركز جابر الأحمد الثقافي، شكرا جزيلا لك.